السلام عليكم خاوتي واخواتي، مرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي راح نحكي لكم على اكبر حرب صارت بين الجزائر والمغرب في موقع التويتر. يعني خاوتي راه كاينه حقا حملات شرسه من طرف الجزائريين وايضا من طرف المغاربه من اجل اسقاط بعضهم البعض، ولكن هذه الحمله ولات تمس حسابات تاع اليوتيوب مثل القناة تاعي والكثير من القنوات اللي تنشر الأخبار تاع الجزائر. يعني أنا كما راكم ماركيتو في القناة تاعي مانيش نظل نهضر على المخزن، أحيانا نحكي يعني قصص تاع الرئيس عبد المجيد تبون والقرارات اللي دارها والمشاريع الاقتصادية تاع الجزائر وكل ما هو يعني إيجابي. صراحة أحيانا ماغري أننا ننقل الأخبار نتفادى الكثير من الأمور السلبية، لأنه على بالي باللي إن شاء الله بالوقت راح يتصلحوا. أيضا هذه تحبط معنويات المتفرجين تاعو، قدر يقولوا لي أوه لازم تكشف الحقيقة كاملة، ومن كي نكشف الحقيقة وأنا واحد ما يتفرجني وعلاه ما أنا ماذا بيا خاوتي ننير الرأي العام بالإيجابي. كاين القنوات اللي تنشر السلبي هذا وعندهم تقدروا تروحوا ليهم وتشوفوا كاع الأمور السلبية، أنا عندي تلقاو غير إيجابية الله غالب. لكن خاوتي كما قلت لكم في هذا الفيديو راح نحكي لكم بشكل مفصل وخاص على الحرب الشرسة اللي هي صارية في تويتر بين الجزائريين وأيضا المغاربة، وين أيضا الآن الجزائريين راهم ولاو في يد واحدة وراهم حابين يقومون بإسقاط كل كذاب المخزن اللي راهي تنشر الإشاعات على الجزائر. الآن خاوتي راح نشارك معكم بعض هذه المنشورات وتشوفوا بعينيكم. لكن خاوتي خليني نوضح لكم شيء فقط، التويتر خاوتي من أكثر المواقع خنازة ووسخا في الإنترنت. هذاك تويتر يعني كان تويتر وشريها أغنى رجل في العالم إيلون ماسك ورجعوا الموقع واسمه إكس. والآن خاوتي دايما لو كان تروح للتويتر الآن تكتب المغرب يخرجوا لك جزائريين يهاجموا في المغاربة ويكشفوهم يكشفوا الفضائح تاعهم، ينشروا الفيديوهات تاع الناس يعني تضبح وتشتكي من الزلزال اللي ضربهم وكيفاش الجثث تاعهم راهي معفونة. الآن المغرب خاوتي كانت حابة تغطي هذا الأمر، واش دارت؟ نشرت يعني أبواقها باش يقومون بإسقاط كل الحسابات الجزائرية اللي تنشر في هذه الفيديوهات، لأنه في المخزن ثماك الناس اللي تنشر هذه الفيديوهات يعاقبوهم بالسجن. لكن طبعا الجزائريين يقدروا ينشروا هذا الحفاية سما حتى خاوتي أمنوا لريحوا المغاربة ولا يشوفوا أخبار بلادهم عبر قنوات الجزائريين، يعني يشوفوا فضائح عظيمة ما كانوش يأمنوا بلي تكزيستي، ولكن من بعد شافوها بعينهم. لأنه أحيانا كان يقولوا بلي لا، كان واحد الفيديوهات زعما تاع المغاربة يشكي يقول لك لا لا هذا تزيري دروحوا مغربي وراه يشكي. لكن الآن كي يشوفوا الزلزال تزير ما ضربتش فيها زلزال خويا، شغل ما كاش زلزال هدم الدنيا كاع، الزلزال ضرب في المغرب. سما كي تشوف واحد يهضر باللهجة تاع المغربي في وسط الزلزلة والركام تعرف بلي هذيك البلاصة هي المغرب وراهي تكشف فضائحهم. الآن يعني الكثير من المغاربة بدوا ينقلبوا على الملك تاعهم، بدوا يظهروا الغضب تاعهم في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الأمر ما عجبش المغرب، من واش دارت؟ قررت تشن حربا، وهي اللي بداتها خاوتي على كل المواقع واللي تنشر الأخبار سواء في اليوتيوب فيسبوك ملا خاوتي القنوات اللي راكم تتفرجوا فيها الاخبار كلها راهي مهدده الان بالازاله. لانه المغرب ومعروف عليهم خاوتي عندهم اقوى هجومات سبرانيه لانهم شروا بيجاسوس هذيك تاع الكيان الصهيوني، وعندهم اقوى ذباب في المعموره. الان الذباب تاعهم قادر حتى كما قلت لكم يطيح القنوات تاعنا ملا، باش تدعمونا خاوتي دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. لكن خاوتي طبعا كما لبالكم الجزائريين مش راح يقعدوا يتفرجوا، مش راح يقعدوا يتفرجوا يدوا الكف والركله. لهذا الجزائريين قاموا بهجوم مضاد، ولكن ليس باستعمال الذباب وانما بالمواطنين الحقيقيين. راني شايف يا خاوتي يعني حتى باش تشوفوا يعني عمق الحرب هذه الالكترونيه، حتى حفيظ دراجي بنفسه دخل في هذا الحرب. وكيف دخل فيها خاوتي؟ راح للجامعه وقال لهم شوفوا يا الطلبه يلي راكم تقراوا في الجامعه، انتم كلكم الان راكم متعلمين، تخلوا المغرب يهاجموا علينا تقعدوا تتفرجوا، يا الله ادخلوا في التويتر وانتم ثاني يبداوا يهاجموا عليهم. والله غير قالها خاوتي هوريك الفيديو. الدفاع او الهجوم لا يقتصر فقط على الصحافه والاعلام والدبلوماسيه والسياسه، ولا يقتصر على القنوات التلفزيونيه ولا حتى على الحسابات الالكترونيه والمواقع الالكترونيه الموجوده، بل يجب أن يكون من مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع وخاصة الطلبة. السيد رئيس الجامعة يقول لي لأنه سألته قال لي بأنه عدد الطلبة الموجودين في الجزائر هو 1.5 مليون طالب، تحدث عن الطلبة اللي
وصلوا للجميع. فلو يكون عنده 1.5 مليون حساب في تويتر و1.5 مليون حساب في فيسبوك وفي انستغرام، وهؤلاء كلهم يقومون بواجبهم، اعتقد باننا سنتجاوز الدور الذي تقوم به الصحافه التقليديه ونتجاوز الدور الذي تقوم به المواقع الالكترونيه. فادعو الطالبات والطلبه الى ان يتحول كل واحد منهم الى جندي، ان يتحول كل واحد منهم الى ناطق باسم الجزائر، ان يتحول كل واحد منهم الى حامل رساله. اخوتي شاركت معكم هذا الفيديو فقط باش تشوفوا يعني حجم الحرب هذه قادت تبين لكم جيحة، ولكن شخصيات كبيرة يدخل فيها. هما أيضا في المخزن عندهم يظلوا ينشروا الخريطة تاع الجزائر، هذيك النص زعما الدين بشار كومبلي والدين تيندوف، وقاعدين يسموها المغرب. عندهم الصحراء أيضا يسموها الصحراء المغربية، يعني الحرب هذه طويلة وطويلة. لكن نحكي لكم على الحرب الجديدة. طبعا احنا خاوتي ثانيك عندنا واحد صحفيين همهم هو ينشروا الاخبار على المخزن. طبعا خاوتي هذه حاجه عاديه، هما ثانيك راهم يهاجموا، احنا ثانيك عندنا الهجوم تاعنا. واحد صحفي جا مشي ترى الجزائر خاوتي، هذا احمد حفصي شو قالهم؟ يتالمون ويتوجعون وعمق جراحهم عزيز صبيحه، لا تتراجعوا، هاشتاغ خليه ينبح. يعني هذا هو الهاشتاغ الان راه متصدر في التويتر. وش معناتها الهاشتاغ؟ قادر زعما الكثير من المتابعين تاعي خاوتي راهم يتفرجونا ما يعرفوش وش معناتها الهاشتاغ. خاوتي الهاشتاغ هذه هي هذه الدياز، ونهار اللي زعما دير دياز في موقع تويتر اللي هو الان ولا يسمى موقع اكس، معناتها تارك تنشر فكره، وكل ما تكتبها في المنشور تاعك يعني الناس اللي تروح تكتب هذيك الفكره في محرك البحث يخرج لهم كاع الناس اللي لم ينشروا في ذيك الفكره. وكل ما الناس تعاود تنشر هذه الفكره اكثر، كل ما تتصدر موقع تويتر وتولي هي اللي تجي في الصفحه الاولى تاع التويتر. الان خاوتي هذه تاع خليه ينبح، هاشتاغ خليه ينبح، راهي متصدره تويتر. يعني دوكا لو كان تدخل في تويتر يخرج لك دول يعني المنشورات تاع خليه ينبح الموجهة الى المروك. قال لك خليه ينبح اليوم وغدا، عدم التفاعل، معناتها ردوا بالكم تتعاملوا وتتفاعلوا مع الفيديوهات في اليوتيوب المغربية ولا مع المنشورات المغربية، غير تلقى مخزني حاط فيديو ما كان له تقع تدخل ليه. لانه خاوتي خليني اعلمكم حاجة، اذا دخلتوا تفرجتوا الفيديو حتى واذا دخلتوا سبيتوا في لي كومنتير راك تزيدوا في المشاهدات، لانه كومنت تاعك العيان راه يقول اليوتيوب اللي هم هذا الشخص راح حصل على بزاف دي كومونتير وحصل على بزاف لايكات، ما لا وحتى الديسلايك خاطي حتى زعما دير له ما عجبنيش بو ديسلايك، هذيك الديسلايك خاطي راهي تزيد في المشاهدات. ما ردوا بالكم. ايضا قال لك حضر اي حساب جزائري تجدونه يشارك تغريداتهم او لم يبلغ متابعته عليكم بتنبيهه. يعني قال لكم ردوا بالكم، شوفوا جزائري دير اشتراك للقنوات تاع المخازنيه وتخلوه، لازمكم تنبهوه. وايضا قال لكم سينيالي وكاع القنوات. انا شخصيا خاوتي بالنسبه لي انا نحب حريه التعبير، فانا ماذا بيا واحد ما يسينياليني، بلا انا ما نسينيانيش الناس. بصح ردوا بالكم خاوتي من السينيال، انا بتبان لي اذا راكم حابين تدعموا القنوات الجزائريه ما تروحوا السينيالي والمخازني هذو، ادعموا خاوتكم وديروا لهم اللايك، هذه تخليهم هما يطلعوا وتخلي الاصوات تاعهم يوصلوا اكثر من الاصوات المغربيه. شوفوا هذا عبد الحق الصنايبي وش قال خاوتي، هنالك حملة تبليغ على الحسابات المغربية من طرف الأحذية الإعلامية العسكرية، وهنالك توجيه منهم لحظر حساباتنا وإلغاء المتابعة والتبليغ عنها بما فيها باس بلاي دعم حسابات الإخوان بالاشتراك ونشر المحتوى والإعجاب والتعليق. كما تشوفوا خاوتي قلت لكم يعني الحرب الآن راهي عميقة، والصفحات هذو اللي راني نوريهم لكم في تويتر يعني صفحات ضخمة تنشر الأخبار الجزائرية. هذا واحد آخر مونطاليتي دي زاد قالهم هنا تظهر عقلية الجزائرية، والله أروع من الشعب الجزائري ما كاش، قمة الروعة، ساعتين صفر تعليق، السقوط الحر لأبناء المملكة، الطين اليابس والحيرة تخيم عليهم والقادم أفضل، شكرا إلى كل من ساهم في هذه الحملة رجال ونساء. يعني هذا عبد الحق الصنايبي هو أيضا صحفي مروكي وعنده زوز سوايع من يحط منشور مضاري ينهالوا عليه باللايكات والدعم، لكن يعني الغريب في الامر هو انه منشوره التالي ما كان فيه ولا اعجاب. يعني حمله الجزائريين نجحت، وكما شفتوا خاوتي حملات الجزائريين في تويتر تكون شرسه. انا شايف يا خاوتي واحد المغربيه مروكيه مغنيه مشهوره تسمى بطمه اظن، نسيت اسمها لكنها مشهوره بزاف، دارت واحد الغنيه، في ذيك الغنيه
في الباك جراوند يعني في الصوره اللي خلفها حطت امير عبد القادر. الجزائريين ما عجبهمش هذا الامر، بداو يسينيولو في هذاك الفيديو حتى هي احد اكبر مغنيات المغرب قلعوا لها اليوتيوب الفيديو. اتخيلوا معي خاوتي، ملا خاوتي راني حاب ذيك الطاقه السلبيه اللي تروحوا تهاجموا بها على المخازنيه، ادعمونا بهذين بالضغط على زر الاعجاب واشتركوا في القناه. نشكركم خاوتي على المشاهده، وسنلتقي مع المزيد من الاخبار والمواضيع. الى اللقاء.